كبير في هذا ذكرتني رحمة لأبوك الطيب ذكرتني رحمة لأمك وأبوك. طالما أنت أجيت على قضية المصداقية بالمعلومة، تتذكر أنت قبل شهر أكثر من شهر طلعت وياي وأنا وياك تحدثنا عن ما حصل في مصفى كربلاء وكيف تم حقن المصفى بمياه ملوثة وليس تارو، مما أدت إلى تعطل بعض أجزاء من المصفى وخروجها من الخدمة. هنالك أبطال بالجروبات، أنا أسميهم أبطال الجروبات، هجموا علينا قالوا هذا كذب وجابوا لهم بطل مي قالوا المصنع يشتغل. هاي المعلومة بقتها من ذكرناها إش قد بيها مصداقية وشنو اللي صار بعد ما عرضنا الحلقة بالأدلة التي أمام هؤلاء الأبطال مال الجروبات. أستاذ نجم كلامك جميل. طبعا أنا الحمد لله وشكر يعني منذ أدية اليمين وحتى قبل أدية اليمين كل لقاءاتي سابقا ومنشورات كنت أتحدث بالأدلة والبراهين. موضوع مصفى كربلاء كان بناء على تقرير حصلت عليه من شركة باكتل الفرنسية، وهي شركة استشارية وقعت عقدا عفوا مع وزارة النفط مهمتها متابعة مدى مطابقة المواصفات الفنية والهندسية والمعيارية والمواصفات الأخرى مع التصميم الأساس. فشركة باكتل لديها اتفاق مع وزارة النفط، وأرسلت لك التفاصيل. نعم. تقرير شركة باكتل الفرنسية أرسلته لك الآن موجود في الميديكتروني، وتقرير موجود باللغة الإنجليزية يتحدث عن استخدام مياه غير صالحة مما أدى إلى تصدؤ وتآكل في المعادن الأصلية، وأقرأ وأرسله التقرير إلى المختصين. أنا أردت من خلالك لديك من خلالك وأمام الرأي العام مستثمر فرصة وجودك أنه أنت ترد على هؤلاء الجيوش الإلكترونية اللي يحاولون يسترون على الجريمة. طيب بعد عرض البرنامج وزارة النفط كان إلى رد فعل نعم تم قامت أنا أحلت الموضوع إلى جهاز داعي العام وهيئة النزاهة، ولكن كانت هناك استجابة جيدة من وزارة النفط بتشكيل لجنة تحقيقية تأخذ على عاتقها متابعة الموضوع الذي تم نشر عن طريقكم، وكذلك تم التواصل وأرسلت إليهم تقرير شركة باكتل الفرنسية الموقع عقد مع وزارة النفط لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ المواصفات الفنية لمصفى كربلاء. طبعا هو استاذ نجم لا يخفى على جنابك انه وحده تحسين البنزين في النجف وفي السماوه اللي هي 168 مليون دولار اختفت. شلون اختفت الاموال؟ شلون وحده تحسين البنزين في مصفى مصافي بصره متعطله، ووحده تحسين البنزين في الدوره متعطله. الجماعة جاي يستوردون سنويا 6 مليار دولار بنزين من مصافي تابعة لقادة سياسيين في العراق، فمو من مصلحتهم يبنون المصافي، مو من مصلحتهم يبنون وحدات تحسين البنزين. شلون دني المحطات متوقفة؟ أي الطامة الكبرى أي متوقفة عمدا. على سبيل المثال في أيام حسين الشهرستاني وقع عقدا مع شركة سيسكو الأمريكية في الانشاء وحده تحسين البنزين في النجف ووحده تحسين البنزين في السماوه عام 2008، ولحد الان اختفت الاموال 167 مليون دولار. وحده تحسين البنزين بالسماوه ما موجوده، وحده تحسين البنزين في النجف ما موجوده، فقط الارض. فبالتالي وزاره النفط تتحمل مسؤوليه. الطامه الكبرى في عام 2020 قامت وزاره النفط بالتعاقد مع مستثمر لبناء وحدة تحسين البنزين وولى هاربا مع السلف المالية، ولحد الآن لا وحدة تحسين البنزين ولا المستثمر ولا السلف. ولحد الآن وحدة تحسين البنزين ليس لها وجود. سابقا صرف عليها وحدة تحسين البنزين في النجف والسماوة 167 مليون دولار، ورجعوا مرة ثانية طه استثمار وهم ماكو. قضية متعمدة فعلا. احنا هذا نثير الموضوع، يعني ربما سابقا الدورات السابقه لم يتم اثارته باعتبار يعني بعض الاعيان الاعضاء تابعين للاحزاب الحاكمه، ولكن احنا مستقلين لا نخاف ولا نخشى احد ونتحدث بصراحه. الموضوع احنا في اثاره مستمره متابعه مستمره الحين الوصول الى يعني حلول واقعيه يعني فيها مصلحه للشعب العراقي. نعم
هذا في 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 إطار هذا الموضوع في إطار هذا الموضوع نصل إلى وصف كربلاء وموضوع حقن المياه. وشركة باكتولا تتحدث عن استخدام المياه غير صالحة في المصفى في المبادلات الحرارية مما أدى إلى تأكل جزء من أداء. حقيقة هو موضوع هذا متعمد، لأن العراق يستورد 6 مليار دولار سنويا بنزين. ليش تسوي بنزين؟ ليش التعمد لتعطيل وحدات تحسين البنزين؟ كذلك الغاز المصري، استورد الغاز والغاز الصعب. احنا على حال ليس في اطار الجدل والنقاش والحديث فقط، نحن من خلال عملنا الرقابي نسعى الى ايجاد الحلول الواقعيه من خلال المتابعه والرقابه البرلمانيه والسلطه الرابعه والمتابعات الاخرى. تدري ليش استاذ هادي هذا مع جنابكم؟ نعم. تدري ليش؟ لان الربوع يردح بالثنيه، مو نعم تتفق وياي؟ ها والله احنا ان شاء الله استاذ نجيم ان شاء الله يعني عملنا مستمر ولن يصيب الياس. صحيح حقيقه احنا نعيش في يعني كم هائل من ملفات الفساد، ولكن لا ننسى هناك يعني في نفس الوقت هناك يعني اشخاص يعملون في قطاع الحكومه وقطاعات اخرى، هناك موظفين جيدين يقومون بالتعاون معنا و ايضا يا استاذ هادي انا يعني اضم صوتي الى صوتك. هذه النبره وهذه الحده التي يتكلم بها اعني بها الفاسدين ومن يتفق معهم والقنوات التي تعمل لهم والاعلام الذي يطبل لهم. بالمقابل انا اعرف وبدليل ما اذكره في هذا البرنامج ياخذ طريقه الى النزاهه والحل. خطابي موجه لهذه الشراذم والجرابيع التي تسلقت واخذت مناصب، واقول وبصوت عالي وما اكثرها.